مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. يا أبناءنا الطلبة الأعزاء، ومع الدرس الثاني من هذه السلسلة الفقهية التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، وبعد أن مر معنا في الأسبوع الماضي الحديث والتذكير بأهمية التفقه في الدين، وذكرنا أن الخيرية هي في التفقه في الدين لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فربط التفقه بالدين، أي الفقه الذي يعود بالخير على صاحبه هو الفقه الذي يكون مرتبطا بالدين. وتكلمنا عن أهمية طلب العلم وعن الفقه وعن أهميته وعن فضله بين يدي هذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر. وإن شاء الله عز وجل سنبدأ الليلة، أول ما نبدأ لنتعرف، نبدأ بالتعرف على صاحبنا، على المؤلف، على الناظم، صاحب هذه المنظومة المباركة. فصاحب المنظومة أو المؤلف أو الناظم هو العالم الفاضل النبيل، هو الفقيه الأصولي النظار، هو سيدي عبد الواحد ابن أحمد ابن علي ابن عاشر الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ ودارا. كان رحمه الله تعالى عالما عاملا، جمع الله له بين العلم والعمل، عالما عاملا عابدا. قرأ القرآن على شيوخ زمانه، قرأ القرآن على الإمام الشهير أبي العباس أحمد بن سيدي عثمان اللمطي المحقق الشهير، وقرأ القراءات السبعة على أيضا الإمام المحقق الشهير أبي العباس أحمد الكفيف
ثم قرأ على مفتي فاس وخطيب حضرتها الإمام الشهير أبو عبد الله التلمساني رحمهم الله جميعا، وعن غيره قرأ على غيرهم، بل حتى فاق بعض أشياخه في بعض الفنون كالتوجيهات والتعليلات، وكان ذا معرفة بالقراءات وتوجيهاتها. وركز على هذا لأن الكثير من أبنائنا وطلبة العلم لا يعرفون عنه إلا أنه كان فقيها وكان صاحب هذه المنظومة الفقهية، فالرجل كان ذا معرفة بالقراءات وتوجيهاتها، وكان أيضا ذا معرفة بالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط والحساب وعلم الكلام وعلم الأصول، كان مدرسة متكاملة. ومع ذلك كله كان كما قلنا ذا عبادة وزهد وورع، لقد حج واعتكف وجاهد، وكان يقوم من الليل الشيء الكثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد رحمه الله تعالى سنة 90 و900 للهجرة، سنة 990 للهجرة، وتوفي سنة 40 و1000، وعمره 50 عاما، يعني لم يعمر طويلا، لم يعمر طويلا، فكانوا محل فتح الله عز وجل عليهم من العلوم وهم صغار. وكذلك الشأن في أسلافنا الكرام من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نسمع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ونقرأ له ونسمع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وثناء الصحابة عليه، يخيل إلينا أن هذا الصحابي الجليل قد بلغ من الكبر عتيا، بينما أن هذا الصحابي مات وسنه لا يعني لا يتجاوز في عمره 32 أو 33 سنة، ومع ذلك كما جاء في الحديث يأتي معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. 30 عاما، بعض أبنائنا لا يزالون يعني في مراتب الكلية أو في مجالسها. 32 سنة أخذ هذه التزكية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. بل ويأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يتقدم قافلة العلماء، يتقدمهم يوم القيامة في مقدمتهم. فالإمام عبد الواحد بن عاشر توفي وعمره 52 سنة، يعني لم يعمر طويلا رحمه الله تعالى. له مؤلفات متنوعة ونافعة بإذن الله عز وجل، منها ما يتعلق بالقرآن، برسم القرآن، ككتابه تنبيه الخلان أو تنبيه الخلان في علم رسم القرآن، وكذلك كتابه فتح المنان في شرح مورد الظمآن أيضا في رسم القرآن العظيم.
وكان قد ابتدأ رحمه الله تعالى شرحا عجيبا لمختصر الشيخ خليل، الشيخ خليل بن إسحاق المالكي صاحب المختصر المشهور، كان قد ابتدأ شرح هذا المختصر، وكان قد التزم فيه نقل لفظ ابن الحاجب ثم لفظ التوضيح أيضا له، ولكن لم يكمل هذا الشرح، أو على سبيل التدقيق لم أقف على، أنا شخصيا لم أقف على هذا الشرح مكتملا للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. كان له نظم يكثر بذكره في المجالس، عندما ترد عليه وتكثر عليه الأسئلة الفقهية كان يردد في مجالسه وعلى السائلين هذا النظم، يقول: يزهدني في النظم أني لا أرى، يزهدني في الفقه عفوا، يزهدني في الفقه أني لا أرى، يسائل عنه غير صنفين من الورى، فزوجان راما رجعة بعد بتة، وذئبان راما جيفة فتعصرا. وكأنه كان يشكو يعني أهل زمانه، كما نحن نشكو أيضا أهل زماننا، كأن الناس ليست يعني لم تكن لهم تلك الرغبة في طلب العلم وفي التفقه في الدين، حتى إذا تورط في يعني معضلة من المعضلات يبحث عمن يخرجه من هذا يعني من هذه المعضلة. يزهدني في الفقه أني لا أرى، يسائل عنه غير صنفين من الورى، يعني الناس اللي كيضطروا فقط، فزوجان راما رجعة بعد بتة، ولا يتفقه في دينه ولا يسأل عن أمور دينه حتى يتورط، فهذا مثلا يعني يطلق زوجته حتى تبين منه فتصير بائنة أو يكون الطلاق بائنا، ثم يأتي إلى الشيخ، يأتي إلى الفقيه، يأتي إلى الإمام، يطلب منه ويلتمس منه أن يجد له حلا ليعيد تلك الزوجة إلى عصمته، أو كما يقع الآن في زماننا، ويا ويح زماننا منا، نشكو زماننا والعيب فينا، عيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. قد لا يأتيك السائل ليسأل إلا إذا رمى بالطلاق الثلاث أو المئة أو الألف على زوجته، ثم يأتي يعني يبحث ويسأل ويطوف على الأئمة وعلى الفقهاء وعلى العلماء ليجدوا له مخرجا. فزوجان راما بتة، راما رجعة بعد بتة، وذئبان راما جيفة فتعصرا. أو يأتيك من يحوم حول الحمى يريد يعني أن يستبيح ما حرمه الله وما نهى الله عنه، فيأتيك بالأعذار ويأتيك يعني بضرورات وبأمور حتى تجد له مخرجا، فيقترف الربا مثلا أو أن يستبيح الرشوة يعني تحت أي مسمى كان. وكأن الإمام عبد الواحد بن عاشر أراد منا أو أراد من أهل زمانه أن يقبلوا على هذا الفقه، أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. ومن أشهر مؤلفاته التي اشتهر بها رحمه الله تعالى منظومته المعروفة والموسومة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهي المنظومة التي بين أيدينا الآن. هذه المنظومة التي هي في الحقيقة تعتبر
من أبرك المنظومات، تعتبر من أبرك المنظومات. بل كان في الزمن الأول، كان فيما مضى يتنافس على حفظها الكبار والصغار، الكبار والصغار. فلذلك يعني قصدنا من شرح هذه المنظومة أننا نريد أن نربط طلبة العلم بحفظ المتون، فما منعنا من الوصول إلا تضييع الأصول. لا يمكن أن تكون فقيها أو طالب علم بحق إلا إذا حفظت على الأقل متنا في كل فن من الفنون، وإلا تتلاشى معلوماتك. لكن هذه المتون يستطيع صاحبها بسببها بإذن الله عز وجل أن يستحضر الأحكام ولو بعد حين، ولو بعد عشرات السنين. ولذلك الفرق الآن في هذا الزمان بيننا وبين من سبقنا من الأئمة ومن الفقهاء ومن العلماء أنهم كانوا يحافظون ويحفظون هذه المتون، فيبقى المتن راسخا، بل أغلبهم وأكثرهم والسواد الأعظم كان يحفظ هذه المتون مع حفظه للقرآن العظيم. فمع حفظه وإتقانه للقرآن العظيم يكون قد حفظ من المتون في مختلف يعني الفنون، في الفقه، في الأصول، في العربية، في القراءات، إلى غير ذلك. وهذا ما نفتقد إليه وما نفتقر إليه نحن في هذا الزمان. فلذلك معلوماتنا بارك الله فيكم، معلومات الشباب الآن سطحية لا يقين فيها، ظنية. اليوم يسمع حديثا ويسمع يعني حكما، بعد عشرة أيام، بعد أسبوعين، بعد شهر يضيع منه. لكنكم الآن لو تخرجون الآن إلى الشوارع فتلتقون بكبار السن من الطلبة، طالب حافظ كتاب الله عز وجل له 80 سنة أو 90 سنة، فتسأله في باب المسجد، عند باب المسجد، أو في الطريق، فتسأله عن أي شيء يتعلق بالفقه يعطيك النظم الذي ورد في ذلك الأمر. وانت في الطريق تسأله الفقيه الله يرضى عليك ما هي أركان الحج مباشرة، لا يحتاج إلى أن يفتح شروح. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي ووقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة. أعطاك علم غزير تحتاج إلى جلسات وإلى جلسات وحلقات لتشرح أو لتأخذ شرح هذه الأبيات. فلذلك قصدنا في شرح هذه المنظومة أن نربط أبناءنا الشباب والطلبة بحفظ هذه يعني هذا المتن. ولذلك أنا أهيب بكم بالحاضرين جميعا أن تحفظوا هذا المتن، فالذي لا يحفظ هذا المتن لن أمكنه من الحضور في هذه الجلسة، إذ يعتبر جلوسه وحضوره مضيعة للوقت. فلا بد أن نحفظ وأن نحافظ على هذا المتن. إذن هذا المتن يعني أو هذه المنظومة قلنا هي منظومة مباركة، حتى قال تلميذه أي تلميذ الشيخ الإمام عبد الواحد بن عاشر، وهو تلميذه البار أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة، وهو الشارح الذي شرح هذا النظم، قال عن هذه المنظومة، قال هي عديمة المثال، أي لا مثيل لها، عديمة المثال في الاختصار وفي الإتقان.
فهي منظومة مختصرة فيها إتقان واضح ظاهر، وقد تنزهت عن غرائب الألفاظ. من خصائص هذه المنظومة الآن التي نحن بصددها أنها تنزهت عن غريب أو غرائب الألفاظ، غريب الألفاظ، ليس فيها ألفاظ غريبة، بمعنى أن جل ما ذكر فيها من الكلام والعبارات والجمل لا تخرج عن المقصود، كما هو الحال يعني في كثير من المختصرات. فتجد يعني بعض المختصرات المنظومة يأتي صاحبها نظرا لضرورة القافية والنظم يأتي بكلام مبهم لا علاقة له بمادة المنظومة، وهذا غير موجود في منظومة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. ثم إنها بعبارات أو بلغة سلسة سهلة ميسرة لا تحتاج أغلب عباراتها إلى الشرح، أغلب عبارات هذه المنظومة لا تحتاج إلى الشرح، هي واضحة المعاني. فلذلك قال ميار رحمه الله تعالى هي عديمة المثال، أي لا مثيل لها في هذا الباب، في الاختصار وفي الإتقان وفي إبعادها عن غريب الألفاظ وعن الإبهام الكثير الموجود يعني في كثير يعني من في كثير من المختصرات وفي كثير يعني من المنظومات. إذن فهذا هو النظم الذي بين أيدينا. ثم إن هذا النظم أو هذه المنظومة تداولها كثير من العلماء بالشروح وبالتعليقات الجياد، شرحها الكثير، لكن من أشهر هذه الشروح كما أسلفنا هو شرح تلميذه البار، وهذا التلميذ محمد بن أحمد ميارة رحمه الله تعالى له فضل كبير على شيخه، على معلمه. فبفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا الشرح يعني الشرح الذي شرحه ميارة عرف كثير من الناس واطلع كثير من الناس على متن عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. فكون الشارح رحمه الله تعالى شرحها بذلك الشرح المطول وذكر وأدخل في ذلك الشرح الطويل والذي يعني سماه بالدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضرورة من أصول الدين، يعني ذكر فيه خلافات كثيرة، أورد فيه خلافات كثيرة وكلاما طويلا عريضا وخلافا بين الفقهاء حتى داخل المذهب، يأتي بمسألة فيذكر الخلاف الموجود لها داخل المذهب، وأحيانا يصل الخلاف في داخل المذهب على مسألة واحدة أربعة أقوال، خمسة أقوال، ستة أقوال إلى غير ذلك. فلا شك أن هذا يشتت ذهن هذا الطالب الذي يفترض فيه أن يكون طالبا مبتدئا متعلما. ثم إن الشارح رحمه الله تعالى قد تدارك هذا فشرح هذا المتن شرحا آخرا اختصره، وهو شرح مفيد ولله الحمد، وكلا الشرحين مطبوع، الأول والثاني، المطول والمختصر، كلاهما والحمد لله كل واحد منهم يوجد الآن مطبوع موجود ومتوفر في الأسواق. إلا أن ما يؤخذ على هذه المنظومة ومثيلاتها من كتب الفروع عندنا في المذهب المالكي أنها تفتقر، وبالذات هذه الشروح لهذه المنظومات والمختصرات تفتقر إلى ذكر الدليل،
تفتقر إلى ذكر الدليل. فيأتي الشارح مثلا يعني إلى باب من الأبواب أو فصل من الفصول فيتكلم فيذكر كلام أهل العلم وكلام الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولكن لا يؤيد إلا في النادر، لا يؤيد ذلك يعني بأدلة من الكتاب ومن السنة. فلذلك إن شاء الله عز وجل سنحاول جاهدين قصد الإمكان، قدر الإمكان، سنحاول إن شاء الله عز وجل أن نربط هذه المنظومة بما تيسر إن شاء الله عز وجل، وبما سيفتح الله سبحانه وتعالى علينا، وبما سنقف عليه من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ونكون بذلك قد خدمنا هذه المنظومة خدمة جليلة، لأنه وجد من الناس وهم مخطئون قطعا، وجد من الناس زهدوا وزهدوا الناس في هذه المنظومة وشبيهاتها ومثيلاتها بحجة أنها تفتقر إلى الأدلة، تفتقر إلى الأدلة الشرعية. إذن فإن شاء الله منهجنا في هذه في هذا الشرح أننا نذكر إن شاء الله تعالى يعني بيتا من النظم أو بيتين أو حسب ما تيسر، ثم إن شاء الله نذكر يعني الشرح مع ما تيسر يعني من الأدلة من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة أو من إجماع الأئمة إلى غير ذلك من الأمور. ثم إن الإمام رحمه الله تعالى الإمام عبد الواحد بن عاشر صاحب المنظومة في أصله في هذه المنظومة جاءت كشرح لحديث جبريل عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل الذي رواه الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث المشهور والذي مطلعه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى غير ذلك. فكأن الإمام عبد الواحد بن عاشر وضعه على هذا الترتيب، قسمه على هذا التقسيم، لأن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فهذا ما تضمنته هذه المنظومة. إلا أن الناظم رحمه الله تعالى قدم أصول الإيمان وما يتعلق بالإيمان على أركان الإسلام، ثم ذكر بعد ذلك أركان الإسلام، ثم بعد ذلك ذكر الإحسان، فسماه مبادئ التصوف، مبادئ التصوف يعني استبدل هذا يعني الإحسان بالتصوف، وذكر ما ذكره في تحت هذا الباب. وبما أننا قد مضى معنا فيما تقدم من شرح مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والمقدمة موضوعها موضوع العقيدة وقد انتهينا بها قريبا، فأنا لا أرى حاجة إلى أن نعيد أو إلى أن نبدأ هذا النظم من بدايته، أي فيما يتعلق بالعقائد، إنه جاء في بدايتها، ذكر في بدايتها أم القواعد فيما انطوت عليه من العقائد، ثم بعد ذلك كتاب مقدمة الأصول معينة في فروعها على الوصول، وهذا كله تحت كتب، كتاب مقدمة الأصول، كتاب القواعد، ثم ذكر كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج، ثم كتاب التصوف. فنحن إن شاء الله عز وجل نبدأ بكتاب الطهارة باعتبار أن ما يتعلق بالعقيدة قد مر معنا
يعني من قريب فلا حاجة لنا إلى أن نعود إليها. فنبدأ إن شاء الله عز وجل بأول كتاب من الكتب الفقهية أو الأبواب الفقهية، لأن صنيع الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى أنه يأتي بكتاب ثم يأتي بعد ذلك بفصول وأبواب، تحت الكتاب فصول وأبواب. وهذا يعني هذه المنظومة منظومة كما قلنا منظومة عظيمة جدا. أنا أقول هذا أكرر وأعيد وأبدئ وأعيد لأرغبكم وأهيجكم على حفظها وعلى استيعابها. قد أثنى عليها العلماء كثير حتى قالوا عليك إذا رمت الهدى وطريقه، عليك إذا رمت الهدى وطريقه وبالدين للمولى الكريم تدين، بحفظ لنظم كالجمان فصوله. الجمان يعني حبات اللؤلؤ الصغيرة. عليك إن رمت إن قصدت عليك إن رمت الهدى وطريقه وبالدين للمولى الكريم تدين، بحفظ لنظم كالجمان فصوله وما هو إلا مرشد ومعين. أي هذا الجمان وهذه اللآلئ تتمثل في هذه المنظومة، منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. كأن المعاني تحت ألفاظه، أي كأن المعاني الواردة تحت ألفاظ هذه المنظومة، كأن المعاني تحت ألفاظه قد بدت سلسبيلا، والسلسبيل هو الماء العذب البارد، قد بدت سلسبيلا بالرياض معينه، كيف وقد أبداه فكر ابن عاشر، كيف وقد أبداه فكر ابن عاشر إمام هدى للمشكلات مبين، ضلع من كل العلوم، بمعنى تضلع وتوسع ورسخت قدماه في كل العلوم، ضلع في كل العلوم فما له شبيه ولا في المعلومات قرين. يعني هذا إطراء، لكن يعني هذا البيت الأخير لا نوافق عليه، يعني باعتبار أن فيه بعض الإطراء الزائد على اللزوم. فالذي لا شبيه له على الإطلاق هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن الرجل لا شك أنه كان على قدر عظيم وقدر كبير، وقد جمع الله له كما قلنا بين العلم وبين العمل. إذن فإذ إلى هذا الكتاب الأول من كتاب الطهارة، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. إذن هذا هو الكتاب الأول فيما يتعلق بالأبواب الفقهية من هذه المنظومة المباركة، وكتاب الطهارة. كتاب الطهارة، وهذا يعتبر مركب إضافي، يطلق عليه بأنه مركب إضافي، بمعنى كتاب مضاف، لأن الأصل في كتاب كتاب الطهارة هذا خبر، كتاب هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب الطهارة، وكتاب مضاف، والطهارة مضاف إليه، فهو مركب إضافي. وكتاب هو مصدر كتب من حيث اللغة، كتاب
مصدر كتب، وهو بمعنى جمع، بمعنى جمع، فيكون المعنى هذا مجموع الأحكام المتعلقة بالطهارة، أي تحت هذا الكتاب جمعت المسائل المتعلقة بالأحكام، بأحكام الطهارة، كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النزاهة من الأوساخ ومن النجاسات، الطهارة. وقد تطلق للتنزيه المعنوي، يعني من باب المجاز، فتقول مثلا فلان طاهر العرض، فهذا مجاز، تقول فلان طاهر العرض، فلانة طاهرة العرض. باب أو كتاب الطهارة، أي ما يتعلق بهذه الطهارة ستجدون حكمه ضمن هذه الأبيات التي وضعت تحت هذا العنوان، وذاك في قوله فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما. فصل، وفصل هذا أي الشيء المنفصل عن غيره، الشيء المنفصل عن غيره. فتقول مثلا فصلته، إذا نحيته وقطعته فانفصل، انفصل عن غيره. فصل: وتحصل الطهارة بما. فصل هذا في اللغة، أما من حيث الاصطلاح فهذا اسم جامع لمسائل تتعلق بفن أو فنون، تتعلق بفن واحد أو فنون مختلفة، تجمع تحت هذا الفصل أو يدل عليها هذا الفصل. فصل: وتحصل الطهارة بما، أي أن الطهارة من الحدث ومن الخبث تحصل بهذا الماء. ومعروف ومعلوم، بل أجمع المسلمون على أن الطهارة من الحدث على ثلاثة أقسام: ماء، وضوء، وغسل، وبدل منهما، وهو التيمم. وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. وما يتعلق بالطهارة هو ما يأتي. أولا، عندما نتكلم عن الطهارة لابد أن يقع في ذهننا أحد هذه الأمور: أولا، ما يتطهر به؛ ثانيا، ما يتطهر له؛ ثالثا، ما يتطهر منه. فما يتطهر به فهو الماء أو ما التيمم، التيمم، الماء والتيمم، هذا ما يتطهر به. وما يتطهر منه، ما يتطهر له، الصلاة والطواف وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه، ومن ذلك مس المصحف، على خلاف في هذا، ولكن الذي عليه جمهور العلماء والأئمة الأربعة وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أن المصحف
لا يمس ولا يتناول إلا بالوضوء، لا يتناول، لا نمس المصحف إلا بالوضوء، لا يمسه إلا المطهرون. فهذا يعني على الذي يقولون بأن المقصود بالمطهرين هنا بالمطهرون هم الملائكة، يقولون يعني لا يلزم الوضوء من مس المصحف. ولكن كما قلت لكم، أنا دائما أتردد في مخالفة جماهير المسلمين. فعندما تجد يعني الجمهور والأئمة الأربعة فهموا فهما معينا، فقبل أن تخالفهم، وخاصة إن لم يكن هناك نص صريح في الباب، قبل أن تخالفهم ينبغي أن تتريث كثيرا وكثيرا جدا. وخاصة هذا كتاب الله عز وجل، ينبغي أن يعظم، أن نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه كلامه، لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى. فتنزيه الله، فتنزيه كتاب الله عز وجل هو تنزيه لله سبحانه وتعالى، إذ كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نجرئ الشباب ذكورا وإناثا على أن يقللوا أدبهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بد من تعظيم هذا القرآن، ليس لنا إلا هذا القرآن مما يحمله من القداسة ومن العظمة. إذن فهذه أمور يعني يتوضأ منها، يتوضأ له. أما ما يتوضأ منه فما الخبث، إما كان في البدني أو الثياب أو البقعة أو الحدث، والحدث حدثان، الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، كما هو تعبير الفقهاء في هذه المسألة. والحدث الأصغر ما هو الحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر لا لا، ما هو الحدث الأصغر؟ تعريف الحدث الذي يترتب عليه الوضوء، خروج الخارج من السبيلين، وهو الريح والغائط والبول. هذه يعني تستوجب ماذا؟ تستوجب الوضوء، فهي حدث أصغر. أما الحدث الأكبر الذي يستوجب الغسل ما هو؟ الجنابة، هذا مشترك بين الرجال والنساء، وتنفرد النساء بماذا؟ بالحيض وبالنفاس. إذن هذه الأحداث وهذه الخبائث بماذا تتم الطهارة بها أو منها؟ من الماء. هذا الماء الذي ذكره وذكر أوصافه هنا الناظم رحمه الله تعالى بقوله: فصل، وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، أي ما تتحقق به هذه الطهارة الشرعية مما ذكرنا هو بالماء الذي لم يتغير بشيء، أي سلم من التغير بأي شيء، مع التفصيل الذي سيأتي فيما يتعلق بالتغير، أي بالماء المطلق الذي بقي على حاله. فهذا هو الماء الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. فصل، وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما. ودليل ذلك أن الماء به تحصل الطهارة وقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي الله عز وجل أنزل ونزل من السماء ماء، وصف هذا الماء أنه طهورا، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وطاهر في ذاته في ماهيته هو طاهر ومطهر لغيره. فهذا هو الماء المطلق الذي تتم به الطهارة الشرعية. إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، هذا الماء الأصلي المطلق الذي لم يغيره وقد سلم من كل تغيير، في حالة ما إذا تغير
فالمغير له شيئان أو أمران، يعني إما أن يتغير بشيء قذر نجس، وإما أن يتغير بشيء طاهر. فإذا تغير بنجس له حكم، وإذا تغير بطاهر له حكم آخر، وهذا ما سيكون محل درسنا وشرحنا إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو شرح تلميذه البار، وهذا التلميذ محمد بن أحمد ميارة رحمه الله تعالى له فضل كبير.